في أول رد فعل لها قررت الجزائر سحب سفيرها من فرنسا ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاءت في رسالة له اليوم إلى الملك محمد السادس تعترف فيها فرنسا بمخطط المغرب للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية ضمن السيرة المغربية باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي للنزاع. من جهته رحب المغرب بالإعلان الفرنسي قائلا إنه يشكل تطورا هاما في دعم السيرة المغربية على الصحراء، بينما استنكر كل من جبهة البوليساريو والجزائر الموقف الفرنسي. نتحدث أكثر عن هذا التطور. ينضم إلينا من باريس رئيس تحرير راديو مونتي كارلو وليد عباس. أهلا بك وليد، ما الذي تعنيه خطوة الاعتراف الفرنسية بالنسبة للملف؟ هي خطوة مفاجئة للغاية لأنها تتناقض بعض الشيء مع السياسة الفرنسية منذ عام 2012 بالحفاظ على نوع من التوازن في العلاقات بين الجزائر والمغرب، تتناقض أيضا مع كون الرئيس ماكرون هو أكثر رئيس فرنسي حاول إعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى مسارها وبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، سواء فيما يتعلق بخلق لجنة لتاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر وزيارات الوزراء المختلفة إلى آخره. إذن ما الذي تغير؟ ما الذي تغير وليد؟ الذي تغير ربما هي التوجه نحو نوع من البراغماتية. الوضع الإقليمي تغير في المنطقة، فرنسا فقدت نفوذ كبير في أفريقيا في منطقة الساحل، أيضا المغرب من جانبه عندما حصل من الولايات المتحدة على هذه هذا الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، كان ذلك أيضا مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. المغرب في الوقت ذاته بذل جهود كبيرة في التنمية الاقتصادية في أفريقيا، وإذا أرادت فرنسا إعادة تشكيل علاقاتها في أفريقيا فإن المغرب يمكن أن يكون بوابة أو مدخل صالح للغاية جيد بالنسبة للفرنسيين. إذن المغرب والمغرب أيضا ضغط بشدة كبيرة في المرحلة الماضية، سواء عبر استخدام المهاجرين غير الشرعيين بالنسبة لإسبانيا وبالنسبة لأوروبا عموما. إذن هو ممكن أن يكون خيار براغماتي، وهناك الآن أزمة تخلق مع الجزائر بالمقابل. ألا تخشى الإدارة الفرنسية من أن يؤدي هذا الأمر لتدهور كبير في العلاقات مع الجزائر؟ يعني يجب النظر بدقة إلى تفاصيل ما يحدث حاليا مع الجزائر. أولا مما لا شك فيه أن فرنسا درست إلى درجة عميقة ما حدث بين الجزائر وإسبانيا عندما قامت إسبانيا بخطوة أقل من الخطوة الفرنسية. في نهاية الأمر لم يكن أو عادت أو بدأت الأمور تعود إلى مجاريها بين الجزائر وإسبانيا. أيضا حتى في البيان الذي صدر قبل أيام عن الجزائر بشأن عندما أخبرهم الرئيس ماكرون بعزمه على اتخاذ هذه الخطوة وبيان اليوم الذي سحب فيه السفير الجزائري، نلاحظ أن اللهجة ليست بهذا العنف وليست بهذه القوة. يعني الخطوة المادية والمباشرة والأكيدة هي سحب السفير، ولكن لم توجد هناك أي تهديدات. مما لا شك فيه أن هذا سينعكس بصورة أو بأخرى أيضا على التبادلات التجارية وخصوصا على قضية الغاز الجزائري بالضبط. ولكن إلى حد ما وربما إلى فترة ليست بالكبيرة. نعم، شكرا وليد عباس رئيس تحرير راديو مونتي كارلو، كنت معنا من باريس.